مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. وفي العناوين، بلينكن بعد جدة والقاهرة حط في تل أبيب في ختام جولته السادسة، واجتمع إلى نتنياهو الذي أكد التصميم على دخول رفح دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية إلى الدوحة بعد اجتماع مجلس الحرب. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع أمريكي لهدنة دائمة في غزة، وماكرون يقول فرنسا ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي واصل قصف محيط مجمع الشفاء في غزة. وزير الصحة يعلن عن زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة في المستشفيات الحكومية 80% وفي الخاصة 65%. مهارات تطلق تقريرها حيال التزام المؤسسات الإعلامية بالجندرة، وتلفزيون لبنان يقدم نموذجا. إذا نتنياهو يتحدى أمريكا، سندخل إلى رفح. بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تل أبيب محادثاته مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة في تل أبيب قبل لقاء وزراء حكومة الحرب. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء التقى بلينكين قبل عقد لقاء موسع مع أعضاء المجلس الوزاري الحربي، واستمر لقاء بلينكين مع وزراء حكومة الحرب أكثر من ساعة ونصف الساعة وفق هيئة البث العبرية الرسمية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل إلى رفح بدون موافقة واشنطن. وأضاف نتنياهو عقب لقائه بلينكين: لقد التقيت بوزير الخارجية بلينكين اليوم وقلت له إنني أقدر بشدة حقيقة أننا نقف معا منذ أكثر من 5 أشهر في الحرب ضد حماس، وأخبرته أيضا أننا ندرك الحاجة إلى إخلاء المناطق المكتظة بالسكان المدنيين من مناطق القتال، وبالطبع نهتم أيضا بالاحتياجات الإنسانية ونحن نعمل لتحقيق هذه الغاية. ويحضر بلينكين اجتماعات مجلس وزراء الحرب في كل مرة يزور فيها إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي. روسيا والصين تجهضان مشروع القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار، وفرنسا تسعى للتوصل لاتفاق جديد. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي كان يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة بين إسرائيل وحماس، مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع. ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء 15 للمجلس، بينما رفضته 3 دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت. ورأى المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن الحليفة لإسرائيل كان منافقا ولا يدعو بشكل مباشر إلى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من 5 أشهر. عقب ذلك أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن رغبته في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال ماكرون: يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين، سنستأنف البحث على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق، وذلك في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل. ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، وحض إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح في أقصى جنوب القطاع المدمر. بدورها أعلنت أستراليا وبريطانيا في بيان مشترك أن هناك عواقب مدمرة محتملة إذا شنت إسرائيل غزوا بريا لمدينة رفح. وصدر البيان بعد اجتماع بين وزيري الدفاع والخارجية في كل من بريطانيا وأستراليا، حيث قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل للأونروا. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل حصار مجمع الشفاء وإصابة أكثر من 7 من جنوده في الضفة. في اليوم 68 بعد المئة للحرب، واصل جيش الاحتلال عملياته في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة،
في وقت نفت حماس اعتقال أي من قادتها داخل المجمع، وكان المتحدث الرئيسي باسم جيش الاحتلال قد أعلن عن اعتقال المئات من مقاتلي حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ومن بينهم عدد من مسؤولي الأمن والقادة العسكريين خلال المداهمة الموسعة للمستشفى الرئيسي في غزة. ودخلت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشرعت في تمشيط المجمع المترامي الأطراف، والذي يزعم الجيش أنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة للمقاومين الفلسطينيين. كما زعم جيش الاحتلال أنه قتل المئات واحتجز أكثر من 500 مشتبه بهم، من بينهم 358 من أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو أكبر عدد منذ بدء الحرب منذ 6 أشهر. إلى ذلك وصلت المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء ومحاور أخرى. وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الإصابات في اشتباك مع مسلح فلسطيني قرب مستوطن الدولاب غرب مدينة رام الله إلى أكثر من 7، من بينها حالة حرجة. أدى أكثر من 120 ألف مصل صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، بحسب ما أعلن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة أن شعبنا بحضوره للصلاة في المسجد يسقط مخططات إسرائيل، وقد عزز جيش الاحتلال من تواجده على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، حيث دقق فيه المواطنين ومنع المئات منهم من الوصول إلى المدينة المقدسة بذريعة عدم حصولهم على التصريح اللازمة. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتبرت أن منع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها إسرائيل المحتلة. جنوبنا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والمقاومة ترد. استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً مدفعياً استهدف بلدة كفركلة ووادي العصافير في بلدة الخيام وأطراف بلدة العديسي وتلة الحمامس وأطراف بلدة حولة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الواحدة من بعد ظهر اليوم غارة مستهدفاً منزلاً في بلدة عيت الشعب بصاروخين من نوع جو أرض ودمره بالكامل، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفركلة. المقاومة الإسلامية بدورها ردت وهاجمت موقع المطلي بمسيرة انقضاضية مستهدفة انتشارا لجنود العدو في محيط ثقنة زرعية بالقذائف المدفعية. كما أعلن الإعلام الحربي في حزب الله في بيان أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العالم في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق أسعد حردان، وجرى عرض للأوضاع السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل لحربها العدوانية على غزة وجنوب لبنان. واجتمع الرئيس بري إلى القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في ساحل العاج ماجد كركي. جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد من طرابلس أن الحكومة مستمرة في اتصالاتها الدبلوماسية دوليا وعربيا لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرا إلى أن نتائج هذه الاتصالات تبدو حتى اللحظة إيجابية، من دون إغفال مسألة أساسية وهي أنه لا يمكن الرهان على أي موقف إيجابي أو ضمانة يقدمها العدو الإسرائيلي. وقال ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم إن الحكومة منذ اليوم الأول مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قرارهم بحسب الإمكانات المتاحة، وعلى خط موازن فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدواني أو العدوان الإسرائيلي دبلوماسيا ودوليا ولا سيما عبر الأمم المتحدة ومنظماتها. وردا على سؤال قال إن العدوان الإسرائيلي وأعمال تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب مستمرة، ومن المستحيل في ظل هذه الظروف القيام بأي خطوة لإحصاء الأضرار وتحديدها
أو كلفتها، وكل ما يتم إشاعته في هذا الإطار غير صحيح. وعن السجال الحاصل في شأن ملف تطويع خضراء لصالح الضابطة الجمركية قال: لأنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع وعلى الوحدة الوطنية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء، كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط. أكد المكتب الإعلامي لراعي أبرشية انطلياس المطران أنطوان بونجم أن المبادرة التي يتم التداول في الإعلام وفي الرأي العام هي مبادرة وطنية جامعة بامتياز، وتبتعد عن أي مقاربة طائفية أو سياسية ضيقة. وأسف المكتب الإعلامي لكل التسريبات التي كانت في معظمها بعيدة عن روحية المبادرة، آملاً من جميع الأفرقاء المنخرطين فيها حالياً والمدعوين للانخراط فيها مستقبلاً إلى الالتزام بميثاق العمل الصامت والهادئ. وختم بالتأكيد أن البطريركية المارونية هي المرجعية الوحيدة المعنية بتظهير نتائج هذه المبادرة في اللحظة والشكل اللذين تراهما مناسبين، التزاما بالميثاق الوطني والخير العام للشعب اللبناني. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيعي نائب رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وخلال خطبة الجمعة في مقر المجلس، طالب الدولة بتحمل المسؤولية تجاه العائلات النازحة ما يحفظ كرامتهم بكل الوسائل الممكنة. أضاف: هناك من يعمل على إشاعة الفوضى عمدا لأهداف سياسية فئوية ولأغراض خارجية. إن ما تقوم به قوى المقاومة اليوم وما فعله أبطال طوفان الأقصى والمقاومة في جنوب لبنان وفي اليمن والعراق، رغم فداحة الثمن وآلام الشعب الفلسطيني وجراحه التي لن تلتئم ولن يشفى غليلها ولن يشفي غليلها إلا كسر إرادة العدو، ونحن على هذا الطريق بالعد التنازلي الذي لن يطول بإذن الله سبحانه وتعالى. من أن نكرر ما قلناه لأنه لم يتحقق شيء حتى الآن، نطالب بمطالبتنا الدولة بتحمل المسؤولية المادية والمعنوية في أداء واجبها الرعائي بخصوص العائلات النازحة بما يحفظ كرامتهم بكل الوسائل الممكنة، أن الدولة مطالبة بضبط الأمن ومنع التعديات على المواطنين والجرائم التي ترتكب في الليل والنهار، هذا الواقع المزري إلى جانب الأزمات الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، لم تدفع للأسف بالقوى السياسية حتى الآن بتحمل مسؤولياتها بالجلوس معا والتفاهم لإخراج البلد من هذا الواقع المؤسف، مما يدفعنا للاعتقاد بأن هناك من يعمل على إشاعة الفوضى عمدا لأهداف سياسية فئوية ولأغراض خارجية لا علاقة بما جرى ويجري في المنطقة، تلبس لباس الإصلاح. عبروا عنها مرارا مما يجعلهم شركاء في هذه الجريمة وأدوات لتنفيذ المؤامرة على لبنان والمنطقة. حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة من الطاحونة الطائفية لأنها شعلة فتيل لحرب أهلية بين الأخوة والشركاء. أضاف: البلد وقواه السياسية مكشوف، واللعبة الدولية موجودة في قلب البلد وعبر قواه السياسية. الواجب علينا التأسيس للملاقات، لأن القطيعة حرام، والذي يصر على القطيعة السياسية إنما يريد بالبلد وناسه المستقبل المجهول. فعودوا إلى الحوار، لأنه لا بد من تسوية رئاسية تليق بالتوافق الوطني والمقاطع، إنما يدفع البلد نحو الهوية. ونصيحة: لا تلعبوا بالنار، لأن لبنان ليس مسرحا للعب بالنار.
استبعد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في حديث صحفي تخلي حزب الله عن مرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية رئيس سيار مردى سليمان فرنجية، وأبدى خشيته من حل يأتي على حساب لبنان بتلزيم إدارة شؤون البلد إلى حزب الله كما حصل في بداية تسعينيات القرن الماضي يوم عهد بالأمور في لبنان إلى سوريا، ورأى أن حزب الله لن يفرج عن الاستحقاق الرئاسي اللبناني قبل تبيان نتائج الحرب في غزة وجنوب لبنان. الكاتب والسياسي حسن الدر يؤكد عبر برنامج لبنان اليوم أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن حزب الله وحركة أمل يتمسكان بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. الحوار، لأنه إذا أنت مقتنع بفكرة، الحوار بيصير بين مختلفين ولا بين متوافقين؟ مختلفين. طيب يعني المفروض أنت عندك فكرة وأنا عندي فكرة مختلفة عن فكرتك، نقعد نتحاور أو تقنعني أو بقنعك. ايه الثنائي واضحين، الرئيس البري واضح، عم بيقولوا انا مقتنع بسليمان فرنجي للاسباب التاليه، اللي انت بمن مقتنع وللاسباب اللي تعنيك، يمكن بلكي قنعتني، اذا قنعتني بتراجع، بس اذا ما قنعتني مش كسر مش لي دراع القصه ولا تسجيل نقاط. هي رئاسه جمهوريه وهذا بلد، في مرحله نحن قادمين عليها، حكينا دائما بدنا نذكر مرحله غامضه اصلا بعد لم تتبلور لم تتشكل. انت قل لي شو موقع لبنان بالمرحله القادمه المقبله، انت عندك جواب؟ يعني هو الثنائي عم بيقولوا لان العلاقه الجيده بين الرئيس السوري بشار الاسد وبين الوزير سليمان فرنجي وبين هذا المحور بتخوله انه يكون عنده القدره انه يحكي مع سوريا، وكمان في ترسيم الحدود. مرشح حيادي استاذ حسن، لا مرشح وسط، لا عم يطرحوا مرشح تحدي. هذا خطاب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والمعارضة عم بيطرحوا بشكل واضح خطاب، هن عم بيقول لك انه الوحدة الوطنية كذبة، حكومات الوحدة الوطنية، واحد عم بيهدد بالتقسيم وبالطلاق، شو تسوية، هن عم بيطرحوا رئيس تحدي. هن جعجع طلع قال جربوا الثنائي، هو بسميه محور المقاومة، الحكم وفشلوا، هلا نحن بدنا نجرب، لا مش عم بيطرحوا تسوية ولا وسط. فإذا مسألة التمسك بناء على رؤية، بناء على منطق، بناء على أهداف محددة، بناء على مشروع، الآخر يقدم مشروع آخر. سليمان فرنجي نفسه قال أنا ما عندي عقدة أن لا أنسحب أو أنسحب، بس قل لي لمين بدي أنسحب، يعني مين هو هذا الشخص وشو مشروعه، إذا أنعتني بالمشروع بالشخص بنسحب. نتابع نشر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. المساواة الجندرية في الإعلام مشروع متكامل أطلقته مؤسسة مهارات بالتعاون مع السفارة البريطانية في بيروت ويؤن ومن ساريا زخيا. النوع الاجتماعي والإعلام التزامات المؤسسات الإعلامية بالمساواة الجندرية، تقرير أطلقته مؤسسة مهارات بالتعاون مع السفارة البريطانية ويؤن ومن، وذلك في ختام مشروع جندر تشامبيونز ميديا إنيشيتيف في فندق راديسون بلو في فيردون. تراكم المعلومات والبيانات والدراسات يرفد جهودنا ليصبح الإعلام وفضاء المعلومات أكثر توازناً وأماناً، ويعطي صوت للنساء ويكسر القوالب النمطية ويناصر قضايا المساواة ويبرز النساء كقياديات وصانعات تغيير. هذا التحدي لا يواجهه الإعلام وحده في لبنان بل على المستوى العالمي أيضاً. وفي آخر دراسة لجلوبال ميديا مونيتورينج نشرت من أسابيع قليلة تمت الإشارة إلى أنه فقط بالتغطيات الإعلامية 24% هن نساء كمصدر للمعلومات أو كموضوع للخبر. التحدي لا يزال أنه تحدي عالمي، وطبعاً نحن عنا تحدياتنا المحلية. يعني شو التقنية قد ما تكون انت عندك خبرة على الأرض مستحيل تعرفيها إذا ما كان حدا في تريتر عم يعلمك إياها، إذا ما حدا عم يعطيك المعلومة كيف تقصي الوقت، كيف تعملي كونديكتور. تضمن اللقاء جولة نقاش أدارها الإعلامي وليد عبود بمحورين، الأول تجربة نساء يعملن في الشأن العام ونجحن في الوصول إلى الإعلام، والثاني تحديات النساء اللواتي يعملن في الشأن العام وصعوبة الوصول إلى الإعلام. في تمييز، أكيد في تمييز، بس
في تمييز لانه انت عندك فوكل بوينت كوسيله اعلاميه مع المرجعيه اللي نحن نشتغل معها. يعني هي مثل المرجعيه السياسيه اللي تكون انت عم تشتغل معها ما بدها تبرزك كتكنوقراط، بدها تاخذ ملفك وتمكن حدا ثاني فيه سياسيا. واكثر التكنوقراط الموجودين بقلب الاحزاب هن النساء، ومن هيك ما عم يوصلوا هن على الليدرشيب، عم بيوصلوا الرجال عم يستعملوا ملفات اللي عم يشتغلوا عليها النساء وعم بيوصلوا. يمكن العنصر النسائي اصبح طاغي جدا بتلفزيون لبنان، والدليل انه انا مديرة اخبار والبرامج السياسيه، في مساعدتين للمدير العام سيدات، في المديره الاداريه سيده، في رئيس التحرير بغرفه الاخبار، في رئيسة قسم المونتاج. العنصر النسائي كثير كثير صار واسع وكبير. معظم مقدمات نشرات الاخبار والبرنامج السياسي اللبناني اليوم هن سيدات، طبعا مع الرجال اكيد وما بنغفل حقهم. عند 18 كانت اكبر المشاركه النسائيه، كان عندنا مشاركه بال 2022، ولكن 2018 فعلا كانت يعني كانت ظاهره غريبه. العدد من النساء اللي اجا، بتعرف المشاركه بال 2022 تفاوتت شوي، يعني حتى نسب الانتخابات والمشاركه بالانتخاب، وبالدليل هذا كمان بيعكس مدى الترشيح، مدى الاهتمام، مدى بال 2018 كمان ما تنسى كانت الظروف افضل، الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي، الترشيحات، كلفه الترشيح ارتفعت بال 2022، بالتالي هذا كله الوضع الاقتصادي والاجتماعي انعكس على ترشيح السيدات كمان. بالنهايه التلفزيون منه، انا بضلني اقول لهم بس يلومونا انه انتم ما بتغطوا كل شيء وكذا، بقول لهم التلفزيون منه صليب احمر، التلفزيون بينبش على المواضيع السكسي شئنا ام ابينا. هلا قدي نسبتها قدي اهميتها هذا غير موضوع، موضوع انه نعرف مين في اكسبرت، هذا كثير مهم يكون عندنا داتا وبنك للاكسبرت. بس كمان نعرف شغله انه في اكسبرت ما بيعرف يحكوا على التلفزيون، في اكسبرت ما بيعرف يوصلوا رساله بدقيقتين، في اكسبرت عندهم مشكله على الشاشه، مش كلهم مثل لوري سريعين وبيعرفوا اللعبه. ونحن كتلفزيون نحن بننبش على الاشخاص يلي بدهم يعطونا المعلومه بسرعه وشاطرين وبيعرفوا ملفاتهم. وفي الختام أعلن تلفزيون لبنان التزامه بالمساواة الجندرية مع باقي المؤسسات الإعلامية المشاركة. وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض يعلن في مؤتمر صحفي أن التغطية الصحية لمرضى الوزارة بلغت في المستشفيات الحكومية 80% وفي المستشفيات الخاصة 65%. هل التغطية هي 100%؟ لا، نحن طول عمر الوزارة ما بتغطي 100% إلا بحالات معينة اللي هي حالة غسيل الكلى، وهيدي مستمرين فيها. التغطية هي بالمستشفيات الحكومية حتكون 80% من التعرفة، وبالمستشفيات الخاصة حيكون بمتغطي الوزارة 65%، بينما المريض بيكون عليه 35% من التغطية. طبعا السؤال هون انه هنالك مرضى حالتهم حتى ما بيقدروا يمكن يدفعوا هال 20%، كيف فينا نساعد هدول المرضى؟ هنالك مشروعين عم تعملهم الوزارة، واحد مع اليونيسف خاصة بما يتعلق بالأطفال الخدج والولادات اللي عم بتصير بالمستشفيات الحكومية، واللي اليونيسف بتغطي ال 20% اللي مفروض يدفعها المريض او يعني او عن المولود، وهذا ساعتها بيقدر خاصة لهالطبقات الاكثر هشاشة تغطيهم بنسبة 100%. كذلك هنالك مشروع اخر نحن عم نعمله مع منظمة الصحة العالمية بغطي المرضى الاخرين اللي هن خاصة بالأمراض اللي فيها خطر على الحياة أو خطر على الأعضاء، ساعتها كذلك منظمة الصحة العالمية بتغطي الفرق اللي لازم يدفعه المريض، وهيك نحن بنقدر نكون أمننا للمرضى اللي هن أكثر هشاشة بهالمستشفيات الحكومية تغطية بنسبة كاملة. طبعا هل هالتمويل اللي تأمن للوزارة يعادل ما كان موجود قبل الأزمة؟ الجواب لا. نحن تقريبا التمويل اللي انعطى للوزارة هو 50% من التمويل اللي كان موجود قبل الأزمة. وفي الأخبار الدولية، أوكرانيا تعلن أن روسيا شنت أكبر هجوم على البنية التحتية للطاقة في البلاد منذ اندلاع الحرب. في تصريحات لافتة أعلن الكرملين أن روسيا تعتبر نفسها في حالة حرب بسبب تدخل الغرب إلى جانب أوكرانيا.
حيث نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أن موسكو بحاجة إلى التحرير الكامل للمناطق الجديدة التابعة لها لضمان سلامة الناس هناك، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي تقول روسيا أنها ضمتها في 2022. ميدانياً أعلنت كييف أن روسيا شنت أكبر هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد منذ اندلاع الحرب، وأصابت أكبر سد في البلاد، وتسببت في انقطاع الكهرباء في عدة مناطق، إذ شن الجيش الروسي ضربات صاروخية على أهداف في مدينة خاركيف الأوكرانية. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية مدينة خاركيف التي تعد ثالث أكبر مدن البلاد سماع دوي نحو 15 انفجارا، مشيرا إلى أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة، مما تسبب في انقطاع جزئي للكهرباء. وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 88 صاروخا و63 طائرة مسيرة، أسقط منها 37 صاروخا و55 طائرة مسيرة فقط، وهو معدل أقل من المعتاد، وربما يعكس الاستخدام الواسع النطاق للصواريخ الفرط الصوتية والباليستية التي يصعب إسقاطها. سياسيا، أكد مسؤول صيني أن موسكو وكييف تؤمنان بأن السبيل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يكون من خلال تفاوض، رغم تمترس كل منهما خلف مواقفه ووجود خلافات كبيرة بينهما بشأن محادثات السلام. وفي الفقرة الفنية، بيكنيك على خطوط التماس، عمل مسرحي للكبير ريمون جبارة يحاكي حقبة الحرب اللبنانية وبطريقة ساخرة. يلي عن أبوك عبوا اللي خلفوك من التربية على أبوك المحزن أصير منا يا عرس تركوا حاجة تتبلشة الإحلال صبي سمع حالتها أخبار العدو برافو عليك. بيكنيك على خطوط التماس، عمل مسرحي للكبير ريمون جبارة بحاكي حقبة الحرب اللبنانية، إنما بطابع كوميديا أو ما يعرف بعالم المسرح بالكوميديا السوداء. صحيح أن العمل في كثير من المواقف الطريفة، إنما ما بتغيب عنه اللمسة الحزينة لما خلفته الحرب من مآسي على كل اللبنانيين. مخرجة العمل جوليا أصار تحدثت عن أهمية الكبير ريمون جبارة ومسرحه. نحن قبل ما نتذكر حقبة الحرب اللبنانية بهمنا نتذكر أعمال ريمون، وهيدي التحية لإله ولأعماله يبقى أعماله كلها تنتقل للأجيال الجديدة تتعرف عليه. يعني الهدف الأساسي من الأعمال الأربعة أنه ننقل أعمال ريمون لناس كانوا بعد ما بيعرفوه، خليهم يكتشفوه على المسرح. بدورة الممثلة مايا يمين أدت دور متميز وتنقلت بين الكوميديا والتراجيديا، مجسدة دور المرأة البسيطة، إنما أيضا المرأة يلي خافت على أولادها أيام الحرب. هذا النوع من المسرحيات أنا كتير بيعني لي، أنا ربيت عليه بالجامعة وبحبه كتير وبفضله عن غير أنواع مسرح شخصيا. يعني هذه شخصية دوري بالمسرحية هي الأم اللبنانية محض. يعني المسرحية أظهرت نجم تمثيلي سيكون لامع بالسنوات المقبلة، وهو جلال الشعار يلي أدى دوره متنقلا بين الجدية والسخرية وبين الكوميديا والجد. دوري بالمسرحية بكون أسير، بنأسر على خط طماس المقابل لي، وبصير معزوم على طاولة الغداء على البيكنيك. ليش هالمسرحية لازم نتذكر أيام الحرب؟ لأنه نحن فعليا ما نسيناها، بس لازم نتذكر كيف ما نعيدها. العمل هو للكبير ريمون جبارة، ومن إخراج المبدعة جوليا أصار، وشارك بالتمثيل كل من جوزيف أصاف، مايا يمين، جوليان شعيا، جورج عون، ولين بواب. بيكنيك على خطوط التماس بيفتح نقاش واسع حول الحرب اللبنانية والهدف منها، ولكنه بحسب البعض يسخر فكرة الشهادة لدى كل الفئات، ويرى بالحرب مؤامرة من الأحزاب على الشعب المسكين. كان هذا الخبر الأخير، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.